بلاغ لوزارة الخارجية المغربية يكشف حقيقة الورطة التي تعيشها الجزائر. أما السيد عمر هلال فقالها بعظم لسانه: الجزائر في موقف ضعف حقيقي. هذه الأخبار الأولى اللي غنبداو بها الحلقة ديالنا. أما في الأخبار الموالية وهنا صراحة أصوات نشاز من قلب إسبانيا، وكنشوف نفس الطريقة اللي كتعامل بها عسكر الجزائر في محاولة بائسة لتحميل مسؤولية المملكة المغربية لما حدث في مدينة فالنسيا اللي بعيدة كل البعد على المملكة المغربية. لكن الحمد لله إسبانيا فيها العقلاء وليست مثل نظام كرغلستان. أخيرا متابعينا الكرام، غادي نبقاو مع نفس الموضوع ديال الأزمة في إسبانيا، وغادي نهضروا على الأحزاب اليمينية اللي تفضحات وتكشفات الحقيقة ديالها من بعد محاولات تركب على الموجة. هذه الأخبار ديالنا اليوم. إلى قسمك المواضيع قبل عن الآخر باش تعرف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى على قناتكم قناة المهاجر. كما العادة مع سفيان المرزوق غادي نناقشوا أخبار حصرية ومتنوعة. جمعة مباركة للجميع، نبداو على بركة الله بأول خبر في هذه الحلقة هذه، وغادي نبداو بالبلاغ ديال وزارة الخارجية المغربية. بلاغ اللي كيرحب بقرارات مجلس الأمن مرة أخرى، ما يؤكد أن قرار مجلس الأمن هو في صالح ديال المملكة المغربية. بالنسبة للإخوان كاملين اللي كانوا كيتسألوا كيقول لك واش هادشي هذا في مصلحة المغرب، غادي نبسط لكم الموضوع من قبل ما نبداو نتحدثوا على البلاغ ديال وزارة الخارجية المغربية اللي كتأكد لنا أن فعلا قضية ديال الصحراء المغربية حسمت. غادي نهضروا على الغضب الجزائري والانسحاب الجزائري من التصويت، كيأكد على أن الجزائر فعلا خسرت كل ما لديها وما دفعها للانسحاب. من ينسحب هو الضعيف وليس القوي، فالأقوياء يستمرون، وهذا هو يعني الدرب الجديد اللي غادي فيه المملكة المغربية، والاستمرار والمواجهة. وغادي نشوفوا البلاغ ديال وزارة الخارجية المغربية اللي كيأكد على أن الجزائر خسرت كل الأوراق ديالها. كذلك غادي نشوفوا صريح ديال السيد عمر هلال اللي من خلاله شرح لنا كل شيء صراحة الإخوان، وقال أن الجزائر ضعيفة. هذا هو اللي غنبغيكم تسمعوه وغنبغيكم تركزوا معاه من الأول للآخر. لكن أولا خلينا نشوفوا وزارة الخارجية المغربية اللي كتقول أن قرار مجلس الأمن يكشف عزلة الجزائر داخل المجتمع الدولي ويفضح تناقضاتها. هذا البلاغ هذا مهم جدا، كيأكد على أن قضية ديال الصحراء المغربية غادية في الطريق الصحيح. وهنا كنبغي نطمن كل المغاربة الغيورون على الأرض ديالهم وعلى الوطن ديالهم، كنقول لهم أن الحمد لله والشكر لله قدرنا نتفوقوا في هذا الملف على أعداء الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية. ما دفع رئيسهم لاستقبال زعيم ميليشيات الوهم ويفرش ليه البساط الأحمر ويتصور معاه، علاش؟ لأن كيحاول يعوضوا من الخسارة اللي تكبدوها في هذه الأزمة هذه. كذلك احنا الحمد لله المملكة المغربية كتستقبل يعني الرؤساء ديال العالم ديال الدول، رئيس فرنسا، رئيس حكومة الإسبانية، كتستقبل العظماء ديال الدول، في حين نظام العسكر الجزائري كيستقبل من لم يعترف بهم دوليا أصلا، مجرد ميليشيات مسلحة تعيش على أموال الجزائريين. هادشي هذا اللي غادي نردوا به. صوت البارح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 2756، قرار يحمل يعني معاني كثيرة، يحمل المسؤولية للجزائر أكثر من أي وقت مضى، لدرجة أنه ذكر الجزائر المرات اللي ذكر فيها هذه المرة الجزائر أكثر من المرات اللي ذكر فيها المملكة المغربية في تحول جديد الذي يمدد بموجبه ولاية المينورسو في الصحراء إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حيث تمت المصادقة على القرار ب 12 صوت وامتناع 2 عن التصويت وعدم مشاركة الجزائر العضو غير الدائم بمجلس الأمن. في هذا السياق أكد بلاغ لوزارة الخارجية المغربية أن عدم المشاركة للجزائر في التصويت تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما، كما كشفت بشكل فاضح تناقضاته. فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة. هذا ورحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار
27-56 الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025 حسب ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس في قضية الوحدة الترابية للمملكة من خلال الدعم المتزايد لأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي واستمرار سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية. وأضاف المصدر ذاته أن القرار الذي تم تبنيه يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة. وهذا هو الجديد اللي كيتسألوا عليه المغاربة عن أي جديد يعني يتحدث هذا القرار. وأشارت الخارجية المغربية أن هذا القرار يكرس نص الجديد الإطار الأطراف الجديد لإطار الأطراف وغاية المسلسل السياسي كما يذكر مجلس الأمن من خلاله مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. هل جديد؟ إضافة إلى أن المجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبرغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تم تشديد التأكيد على سموها من جهة أخرى. يكرس القرار 2756 تطوير تطورين مهمين يعززان موقف المملكة في الإضافة الأولى. نوه المجلس بالزخم الأخير وطالب بجدة البناء على ذلك. وبذلك يضيف البلاغ يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. ها هو الجديد الإخوان، وكنقول لكم كنأكد لكم أنها غادي تكون إن شاء الله بإذن الله آخر ولاية لبعثة المينورسو. غادي يكون يعني متابعة لبعثة المينورسو لكن في تنزيل يعني مقترح المملكة المغربية فقط. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لتفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية، مبرزة أن المجلس يعكس بذلك الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار. وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد الملك محمد السادس التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري بمناسبة افتتاح البرلمان أن هذا التطور يأتي لدعم جهود مبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساء أسس مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية في إطار السيادة المغربية ولا شيء غير ذلك. فمن خلال بلاغ ديال وزارة الخارجية المغربية المغرب يؤكد أن الجزائر دخلت في حصار حقيقي ما كنا نتحدث عنه دائما، ها هو تحقق الآن. لكن أكثر من ذلك غادي نشوفوا السيد عمر هلال اللي جاوبهم جواب حقيقي وواقعي. الجواب ديال السيد عمر هلال جواب مهم جدا اللي بغيتكم تركزوا معاه مزيان لأنه قال كلمات مهمة ولأول مرة. خليكم معنا. المغرب كان قد رفض منذ البداية أي فكرة للتقسيم، وكان وزيري واضحا في هذا الشأن، وكان بيان وزارة الخارجية كل شيء كان واضحا. هنا أريد أن أوضح ثلاث أمور. أولا المسؤولية السياسية ديال اقتراح التقسيم، لا بيكر ولا دوميسورا اقترحوا، هما غير نقلوا رسالة من المسؤولين الجزائريين للمغرب. أولا من قام بالاقتراح هو الله يرحمه رئيس الجزائري بومدين في نوفمبر 2001 لما زار هيوستن لكي يناقش مع جيمس بيكر قضية الوطنية. هناك اقترح عليه يعني أن المغرب يقتسم الصحراء. طبعا كان جوابنا هذيك الساعة لا ولا. 6 أشهر بعد نوفمبر في جولاي ولا جون السفير الجزائري في الأمم المتحدة رسل أكد استعداد، وأنا أزيد هنا استعداد الجزائر للنقاش والنظر في التقسيم مرة ثانية. يعني هذا ماشي غير كلام أتى به جيمس بيكر من حديثه ثنائي مع فخامة الرئيس المرحوم بوتفليقة، ولكن هناك رسالة رسمية
مبعوث الجزائري السفير الجزائري هنا. 22 سنة من بعد ماذا حصل؟ يأتينا من جديد اقتراح تقسيم حامله هو لما كان مبعوث الأممي في الجزائر. طبعا قيل له بلغ للمعلم أننا على استعداد أن ننظر من جديد في التقسيم، وكان جواب المغرب خاصة ووزيري أن المغرب هذا مولود يعني ميت، هذا مرفوض، احنا للمغرب لا نريد النقاش في هذا التقسيم. هذا يعني المسؤولية السياسية، غير باش نأكد على دور الجزائر المحوري والهام في هذا. النقطة الثانية هي لماذا الجزائر تقترح التقسيم؟ إلا شتي في التواريخ وشتي في الظرفية التي تتقدم فيها الجزائر بالتقسيم، ترى أن الجزائر تأتي بالتقسيم كلما كانت في ورطة دبلوماسية، كلما كانت ضعيفة سياسيا ودبلوماسيا، كلما كانت عليها ضغوط ديال المجتمع الدولي. وهنا أذكر أن كلام رئيس بوتفليقة كان في نوفمبر، في قبل عدة أشهر نفس السنة الأمين العام للأمم المتحدة قال أن الاستفتاء لن ينظم لأنه إن براتيك لا يمكن تنظيمه، والبلان دو ريغلومون خلاص انتهى. فهذا هو التحول اللي كان عليه. فكان الجزائر كانت بحاجة أنها يعني تخرج من هذا الموقف السياسي الصعب بأنها أتت بالتقسيم. ولكن لما راحوا لهيوستن كان كذلك عليهم أن يبلغوا رفضهم للأكور كادر الذي اقترحه بيكر. فهذا كله خلاهم أنهم كانوا على ضغوط كبيرة عليهم. المخرج هو أنه يأتوا شيء جديد لكي يشغلوا العالم ولكي يعني إثارة انتباه لجهة ثانية. ماذا حصل هاد السنة لما جاءوا؟ نفس الصعوبة، نفس الورطة السياسية والدبلوماسية تاع الجزائر. أنا أقول لك أولا ضغوط المجتمع الدولي خاصة على قرارات مجلس الأمن التي تنادي ب يعني مباشرة المسلسل السياسي، ضغوط ديال المبعوث الأممي الذي يروح عندهم دائما يقول تأتي للجزائر ولكن لا تبلغ، يعني يأتي سريا كأنه يسرق. ثالثا الاعترافات بمغربية الصحراء، اعترافات دعم كبير للمقترح المغربي للحكم الذاتي. ثالثا أو لا رابعا كل هذه المسائل خلت الجزائر طبعا تحت ضغط كبير، خاصة الاعترافات الأخيرة ديال فرنسا وألمانيا وإسبانيا والدول الإسكندنافية دول شرق أوروبا، كل هذا خلاه على في الضغط كبير. فالمخرج دائما أنهم يأتون بمقترح نحل مشكل بالاقتصاد. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة موقف المغرب، قلت أن وزيري قال أنه رافض تماما. طبعا في عدة لاءات تاع المغرب. أولا كما قال وزيري سيادة المغرب على الصحراء ليست موضوع تفاوض، الوحدة الترابية ليست فوق الطاولة، التزام المغرب بحفاظ على حدوده واعترف بصحرائه قائم. لا الثانية هو أن الإخوان في الجزائر وحتى السيد دمسيور الله يسامحه نسي أن 35 مليون من المغاربة أقسموا أنهم لن يسامحوا فيه، قسم المسيرة الذي نادى به المرحوم الملك الحسن الثاني رحمه الله. ثالثا الإخوان إخواننا الصحراويين في الجنوب أعطوا البيعة ديالهم للملك المغرب كما أعطوها أجدادهم للملوك والسلاطين المغاربة، هذا لا أخرى. والنقطة الأخيرة هي الدماء الطاهرة ديال الشهداء المغاربة الذين دافعوا على الوحدة الترابية في الصحراء. كيف ممكن أن
السيد عمر هلال فحم الجزائر. لو أكثر من ذلك، الخلاصة ديال القول ديالو هو أن الجزائر هي التي اقترحت تقسيم الصحراء وادي ميستورة. نقله فقط هلال يكشف تفاصيل سعي المرادية لامتصاص الضغط الدولي عبر مقترح ولد ميتا. بغيتكم تركزوا معي مزيان هذيك الكلمة اللي قال ديال أن كل ما كتكون الجزائر في ضعف إلا وكترجع لهذا المقترح الذي ولد ميتا. كلما كتنزل الضغوط الدولية على الجزائر إلا كتحاول تلقى شي مخرج. هذا الشيء هذا كنا تحدثنا عليه الإخوان سابقا، وقلنا أن ماذا فعل الجزائر للعودة إلى هذا الأمر، يعني ديال أو هذا المقترح ديال التقسيم الذي ولد ميتا حسب صريح السيد ناصر بوريطة سابقا، هو الضعف، هو المحاصرة. فالمنتظم الدولي منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا عنده مقترح يعني جدي وذو مصداقية، أعطاهم من 2007 حتى دابا وكيقول لهم أجيوني مقترح يعني مشابه ذو مصداقية نقدروا نناقشوه ونقدروا نوازيو مع هذا المقترح ديال المملكة المغربية. ففشلت الجزائر أن تأتي بأي مقترح هي ومرتزقتها، هذا الشيء اللي دفعها ترجع للمقترح الذي ولد ميتا. وجاوبهم السيد عمر هلال أن المغاربة ما عمرهم غيسمحوا ولو في حبة رمل من الصحراء ديالهم. كذلك واش كاين شي حاجة تسمح يعني أن المغاربة كاملين يتخلاو على دماء الشهداء على الصحراء؟ ما كاين شي حاجة. وكذلك قال السيد ستيفان دي ميستورا سامحه الله مثل ما ذكر أنه يعني تعدى وتخطى 35 مليون مغربي ومشى يعني يناور ضد الوحدة الترابية ديالهم للأسف. وندوزو الخبر الموالي متابعينا الكرام، هنا غادي نمشيو للكارثة والدمار الشامل اللي وقع بإسبانيا وتحديدا مدينة فالنسيا. سبحان الله العظيم، وقيلات شي ريح ديال هوكستان مرة كيصوت هنا، أو لا ما نستبعدش أن تكون يعني أصوات ديالهم هنا كتحاول تنشر الكذب وهاد الادعاءات الكاذبه ضد المغرب. شوف فالنسيا فين جات وشوف المغرب فين جا. فالنسيا اقرب الجزائر على المغرب حدوديا الى جينا نهضروا، فكيف يعقل ان المغرب يتورط في هذه يعني الكارثه الطبيعيه اللي جات هي طبيعيه؟ فبعد ما خلفت عاصفه دانا دمار كبير في فالنسيا، هناك من قلب اسبانيا من يتهم المغرب بتنفيذ هجوم مناخي ضد بلادهم. مشاو بعيد، لكن الحمد لله هاد البلاد هادي ماشي هي كرغانستان. هنا كاين العقلاء وكاين الناس اللي كيقولوا بركه من الهراء وبركه من التفليه. هاد الشيء راه طبيعي ديال الله سبحانه وتعالى. ما تجيوش تبقاو تكذبوا علينا وتبقاو تخلقوا الجدل من شيء يعني يستحيل انه يكون. فشهدت مدينه فالنسيا الاسبانيه فيضانات مدمره خلفت اكثر من 70 قتيل والعديد من المفقودين كنتيجه لتداعيات العاصفه دانا التي شهدتها العديد من مناطق العالم. وقد أدى ما حدث إلى ظهور العديد من الإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض المنصات الإعلامية. للأسف كنشوفوا حتى الإعلام متورط في هذا الشيء هذا في إسبانيا التي تروج لاتهامات غريبة بشأن أسباب الفيضانات. تداول العديد من النشطاء الإسبان على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم تشير إلى أن المغرب قد نفذ هجوما مناخيا على إسبانيا باستخدام برنامج هار، وهو مشروع بحثي أمريكي يعتقد البعض خطأ أنه قادر على التحكم في المناخ وتوجيهه. وتزعم هذه الإشاعات أن المغرب استخدم هذا البرنامج للتأثير على الطقس في إسبانيا مما تسبب في الفيضانات الأخيرة، إلا أن هذه الاتهامات قد تم تفنيدها من قبل خبراء إسبان وفقا للموقع الرسمي لإذاعة قاضي ناصر الإسبانية الذين أكدوا عدم صحة هذه الإشاعات. وذكر الخبراء أن برنامج هارب لا يمتلك القدرة على تعديل أو التحكم في المناخ، وأنه يستخدم لأغراض بحثية لدراسة الطبقات العليا من الغلاف الجوي. فشوف معي الإشاعة من كتخرج عند هوكستان كرغاليستان وكتكون يعني كتضرب المغرب ولا بسمعة ديال المغرب، كيف يتم السكوت و الصمت وكيخليو يعني العبث كيخليو اي شيء. فشوف كيفاش تعاملات اسبانيا والخبراء كيفاش وقفوا هذا الكذب وهذا البهتان هذا. انا ما استبعدش ان يكون يعني عندهم شي يد هنا بطبيعه الحال، لانهم باغيين
اي حاجه وقعت في العالم كيف ما هما جاهم الجفاف مسحوه في المغرب، اي حاجه وقعت في العالم خصهم يمسحوها في المغرب. انا ما نستبعدش ان هذه الفكره اصلا هما اللي يكونوا تلقوها، لكن اسبانيا ما كتعاملش بالتوقعات وبالاستنتاجات الفارغه ديال مواقع التواصل الاجتماعي، بل هي دوله تعتمد على الخبراء وعلى العلم في تحليل اي شيء. ويعود اصلا مشروع هارب الى سنوات التسعينيات في الولايات المتحده، حيث تم تطويره لدراسه الاشارات الراديوية وتأثيراتها في الغلاف الأيوني، وليست للتلاعب بالطقس وفق ما يقول خبراء، وتظل الإشاعات حول إمكانية استخدامه كأداة للتحكم في المناخ دون أساس علمي حسبهم. هذا الشيء هذا ماشي ما حبش عند فقط هذا البرنامج هذا ديال هارب اللي اتهموا به المغرب، لا هناك آخرون يعني من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اللي ربطوا ما بين فيضانات فالنسيا وأنشطة الاستمطار الصناعي المغربية. إلى تعقلوا الإخوان، في الصيف الماضي كنا تحدثنا على هذا الموضوع هذا، وقلنا أن هناك يعني من يتهم من قلب إسبانيا المغرب بأنه سيقوم بخلق يعني أزمات في الغلاف الجوي وهذه الخزعبلات هذه. ما يقع لا في فالنسيا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في أي منطقة كيف ما بغت تكون عنده علاقة بالتقلبات المناخية، والمغرب لا علاقة له بذلك. ولنفرض كاع هذا الاستمطار الصناعي يأثر على مثلا الجنوب الإسباني اللي هو أقرب للمغرب، فأش دخل الاستمطار الصناعي لمدينة فالنسيا؟ نهائيا ما كاينش يعني حتى شي صلة. ولكن الحمد لله كما قلنا على الأقل إسبانيا فيها العقلاء وما فيهاش الأغبياء. وندوزو للخبر الأخير متابعينا الكرام، وهنا غادي نمشيو لما هو سياسي. دائما كنت كنقول يتم استخدام يعني السياسة والأجندات الحزبية في أي شيء يعني كيف ما بغى يكون، اي شيء كيف ما بغى يكون. فهنا صراحه الاخوان بغيتكم تركزوا معي مزيان وتشوفوا كيف يعني الحزب الشعبي اراد استغلال هذه الازمه اللي الناس طايحين فيها فطاح في الخطا. هنا هذه الصوره اللي كتشوفوا طبيعة الحال هي ديال الحزب ديال زعيم الحزب الشعبي اثر قدومه لمدينه فالنسيا، كيفاش خلى وراه يعني القائد ديال فالنسيا رئيس منطقة فالنسيا خلاه راه وداز هو اللي يهضر. أما في الجانب الآخر غادي تلقاو رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز زاد قدم رئيس منطقة فالنسيا للحديث ورجع هو للوراء. هادشي هذا ذكاء ديال بيدرو سانشيز طبيعة الحال، لأنه لاحظ ان البرتو نونيز فيخو زعيم الحزب الشعبي بغى يركب على الموجه ومشى كيجري لفالنسيا، سبق حتى رئيس الحكومه وجا كيجري. فالجديد والغريب في الامر هو ان ماسون رئيس منطقه فالنسيا كي كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا بيدق فيخو، لان في اللحظه اللي لقى الخطاب ديالو شكر رئيس الحكومه ونفى بطريقه غير مباشره كل الاتهامات اللي اتهمها ليه البرتو نونيز فيخو لبيدرو سانشيز، وقال انه كان يعني متجاوب، اتصل بطريقه سريعه، ما جاش ضرب كوستيم كي كتشوفوا هنا، جا لواحد المنطقه اللي من كوبا طبيعه الحال، ما جاش ضرب كوستيم وجي كيف ما سي فيخو جاي مكستم علينا، لا سي جا لابس عادي وجا وقف يعني على الازمه وشاف بعينيه وقال للرئيس ماسون اي حاجه احتاجيتيها انا متاح. فهنا غير باش نفهموا واحد المساله للاخوان، اسبانيا فيها الحكم الذاتي، يعني هذه المنطقه ديال فالنسيا ما كيحكمهاش الحزب ديال بيدرو سانشيز، بل كيحكمها الحزب ديال البرتو نونيز فيخو، وهو المسؤول الاول، هذا الحزب هو المسؤول الاول على هذه الكارثه هذه. والا لاحظتوا راه حتى الوجه ديال ماسون كي كتشوفوا راه ما راضيش على الكلام ديال البرتو نونيز فيخو، راه باين في الصوره واضح مزيان في الصوره، ما راضيش على الكلام ديالو. يعني علاش؟ لانه كيشوف ان الحديث ديالو يعني منافي للواقع وفيه يعني استغلال للوضعيه المزريه اللي كيعيشوها يعني اسبانيو فالنسيا
باش يدير واحد 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 الحمله انتخابيه. لكن الناس ديال فالنسيا وغير فالنسيا عرفوا هذا الشيء هذا وجاوبوه على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على وسائل الاعلام ان هذه اللحظه هذه ماشي اللحظه ديال الاجندات الحزبيه او الانتخابيه او لا البروباغندات الانتخابيه تهيئا للانتخابات اللي مازال قدامها الكثير باش يوصل وقتها. فهاد الوقيته هذه ديال التضامن وديال العمل وديال يعني مد اليد ولا غلق الافواه. فهو اش قال؟ قال لك الحكومه ما قالت لينا حتى شي حاجه. علاش غتقول لك الحكومه؟ الحكومه براسها كانت كتنتظر الحزب ديالك في منطقه فالنسيا يعطيها معطيات باش تقدر تمد ليه يد العون. تحياتي لكم الاخوان والاخوات، كنشكركم على حسن المتابعه والاهتمام ديالكم والدعم ديالكم المتواصل لقناتنا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر موضوع اخر، وتكونوا دائما في احسن الاحوال. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.